حينما قال الله عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، الكلمة إن كانت معرفة بأل وتكررت لا تتعدد، بينما النكرة إذا تكررت تتعدد. يعني إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر الواحد بعده يسران، لذلك قيل لن يغلب عسر يسر، ولم يقل الله عز وجل إن بعد العسر يسرا، إن مع، فأية مصيبة معها اللطف ومعها الفرج، لكن لكل شيء أوان. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يتحسس بآلام الناس، وقد وصف بأنه كانت الرحمة مهجته، والحب فطرته، والسمو حرفته، ومشكلات الناس عبادته. والدعاء الذي ورد في القرآن الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، كأن الإنسان معرض إلى البلاء وإلى الشدة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان له أن يقول للناس تعالوا اعترفوا أمامي أغفر لكم ذنوبكم، قال لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هو مفتقر إلى الله عز وجل، وهو لا يملك نفعا ولا ضرا لأي إنسان. أيها الإخوة، من الأدعية التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أدب جم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو فيقول اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، يعني الرحمة لها ثمن، فمن شدة أدبه مع الله لم يطلب رحمة الله بلا ثمن، قال أسألك موجبات رحمتك، والمغفرة لها ثمن، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. هذا الذي يطلب رحمة الله بلا ثمن، بلا جهد، بلا استقامة، بلا توبة، بلا عمل صالح، هو كالمستهزئ بربه. فمن كمال أدبك مع الله أن تسأله رحمته وأن تسأله موجبات رحمته، وأن تسأله مغفرته وأن تسأله عزائم مغفرته. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وفي إشارة إلى أن كل خطأ في العمل أساسه خطأ في التصور، كل خطأ في العمل أساسه خطأ في التصور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ألهمني رشدي، حينما تلهم رشدك عندئذ لا تخطئ، يعني أنت تركب مركبة والطريق وعر وفي حفر وفي أكمات، فحينما تملك مصباحا قويا كشافا تحصيل حاصل أنك لن تقع في حفرة، لأن هذا النور يهدي لك السبيل. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الخطأ في السلوك أساسه خطأ في التصور، قال اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وقد قيل لا بد للمؤمن من كافر يقاتله، ومن منافق يبغضه، ومن مؤمن يحسده، ومن شيطان يغويه، ومن نفس ترديه. في عندك خمس جهات ينبغي أن تحتاط منها: الكافر يقاتل، والمنافق يبغض، والمؤمن أحيانا يحسد، والنفس ترضي، والشيطان يغوي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. والنفس كما تعلمون أيها الإخوة نفس
مطمئنة ونفس أمارة بالسوء ونفس لوامة. النفس المطمئنة هي أرقى نفس، مطمئنة لرحمة الله، هي كما يريد الله عز وجل. والنفس اللوامة التي تحاسب نفسها حسابا عسيرا. وأما النفس الثالثة فهي النفس الأمارة بالسوء. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام واقعي في مصائب من الصعب جدا أن يتحملها الإنسان. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. يكون معك شخص يخونك، يطعنك في الظهر، يتحرك حركات مشبوهة وأنت واثق منه، كفى بها خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب، كفاها خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. يعني من نعم الله الكبرى على الإنسان أن يكون الذين حوله على شاكلته، إن كان صادقا حوله صادقون، إن كان ورعا حوله ورعون، إن كان مخلصا حوله مخلصون، إن كان نظيفا حوله نظيفون. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كان شديد الخوف من الأمراض الوبيلة، بل إن أكثر أدعيته: اللهم ارزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. والله عز وجل يقول: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والله في أمراض أيها الإخوة تجعل حياة الإنسان جحيما، فاسألوا الله العافية. يعني أنا أقول لكم: إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه، هذا أمن الإيمان، معافا في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. الإنسان حينما يصبح معافا في جسمه، حواسه تعمل بانتظام، أجهزته، قلبه، رئتاه، معدته، أمعاؤه، جهاز طرح البول، حينما يكون بجاهزية عالية فهذه نعمة لا يسبقها إلا نعمة الهدى. والنعم التي رتبها الإمام علي رضي الله عنه: نعمة الهدى أولا، ونعمة الصحة ثانيا، ونعمة الكفاية ثالثا. الكفاية، الإنسان حينما يأتيه مرض عضال ومعه 100 مليون، لو سألته: هل توافق أن تخسر كل مالك وأن تغدو إنسانا ذا دخل محدود وأن تشفى من مرضك؟ والله لا يتردد ثانية. ما من شيء يعدل الصحة، لكن هذه الصحة لها أسباب، فالذي لا يأخذ بأسبابها هو لا يحترم قوانين الله عز وجل. الذي لا يأخذ بأسبابها لا يحترم قوانين الله عز وجل. من علامات عبوديتك لله عز وجل أن تحترم القوانين التي قننها الله عز وجل في شأن جسمك. إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. مرة اشتكت امرأة أن المستقيم قد أزيل ولا بد من كيس إلى في خاصرتها يمتلئ بالبراز، تحمل برازها والكيس له ثمن باهظ، فكلما من كل حين تحتاج إلى تبديله. لما الإنسان يكون جهازه الهضمي سليم يقضي حاجته من دون أن يكون في هذا الوضع، فكلما رأيت مرضا عضالا وعافاك الله منه ينبغي أن تذوب شكرا لله عز وجل.
ثم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي أن أستمع إلى شيء يغريني بمعصية، أن أستمع إلى قصة تدفعني إلى المعصية، أن أستمع إلى شبهة تعلق في ذهني وتثبت، أن أستمع إلى غيبة فأستمرئ الغيبة. يعني معاصي الأذن كثيرة جدا، فمن شر سمعي ومن شر بصري أن أملأ عيني من الحرام، ومن شر لساني، وهناك 18 معصية عن طريق اللسان، من غيبة ونميمة وبهتان واستهزاء وسخرية ومحاكاة إلى آخره. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي، أنه لي مظهر حسن وقلبي فيه غل للمؤمنين، وقلبي فيه حسد، قلبي فيه كبر. لذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني أكبر نعمة، أقول أكبر إطلاقا، أكبر نعمة ينعم الله بها عليك أن يكون لك قلب سليم تلقى الله به. ويقول عليه الصلاة والسلام في بعض أدعيته: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. الغنى مزلق خطير إلى المعصية والكبر، والفقر مزلق خطير إلى الكفر وإلى اليأس. فالغنى له مزالق والفقر له مزالق. ويدعو النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. يعني الحقد، الكبر، هذه أخلاق منكرة، هذه لا تتناسب مع المؤمن، لا تتناسب مع مكانته. فالدين هو الخلق، والإيمان هو الخلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قائدا فذا، وكان حاكما يستوعب مشكلات من حوله، وكان قائدا عسكريا ناجحا، وكان زوجا، وكان فصيحا، وكان خطيبا، وكان مفتيا، وكان قاضيا، كان في كل صفة قمة. لكن حينما مدح لم يمدح إلا بصفة واحدة، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. لأن كل هذه الصفات منحه الله إياها كوسيلة من وسائل الدعوة، لكن الصفة التي يرتقي بها ذاتيا هي الخلق، هي الكسب الشخصي. وإنك لعلى خلق عظيم. كاد الحليم أن يكون نبيا. والدعاء الأخير: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز، الاستسلام للمصيبة، عدم التحرك، عدم السعي، اليأس، التشاؤم، السوداوية، عجز. والكسل، ما في همة إطلاقا، ما في همة يحرك ساكن، قاعد. مهمته الأولى تتبع أخبار الناس وتوزيع الألقاب والتهم على الناس، قاعد. أحيانا بلاحظ ببعض الأماكن قاعد أمام بيته، بمر شخص طلع فيه، الثاني طلع فيه، لا بيتحرك ولا بيصلي ولا بيقرأ قرآن ولا بيعلم أولاده، قاعد. معظم الناس هكذا وراء الشاشة قاعد، من مسلسل لمسلسل، ما شبعت، ناقصك هموم، تحمل هموم المسلسل كمان، تبكي معه. والأخبار، بيتبع الأخبار، ومين آخذ برأيك؟ ومين أدران يعني تعطي رأي أنت؟ بيتبعها، عرفان أدق التفصيلات، مشاكل شرق آسيا، مشاكل أفريقيا، مشاكل
والتحليلات والندوات. طب ولأمتى؟ شو قدمت؟ ما قدم شيء، عم يتلقى، بيتم بيتلقى ليجي ملك الموت. طب شو قدمت؟ يعني التلقي هذه الآن ظاهرة خطيرة جدا. وين ما قعدت بيحكوا على الجزيرة، هيك طلعت ندوة، هيك حكى فلان، في تحليل، في تحقيق، في ندوة، في كذا. طب ولأمتى؟ شو قدمت أنت؟ ما قدم شيء أبدا. أيام الوضع السلبي التلقي هذا ما بيقدم شيء، هذا عمل ما له مستقبل. يعني الشيء اللي أنت بحاجة له هو كتاب الله، اللي أنت بحاجة له سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي بحاجة له أحكام الفقه السيرة، هذه ترقى بك إلى الله. أما هؤلاء الذين يصرحون ويتحدثون ويكذبون وينافقون، ما لك ولهم، دعك منهم. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. في أعمال قد تكون ممتعة لكن ما لها أثر مستقبلي. يعني مثلا الإنسان قد يجلس في حوض الحمام والماء فاتر يستمتع، لو قعدت 10 ساعات تصير عالم أو استمتع. نظام المتعة نظام استهلاكي، أما نظام العمل والسعي نظام بنائي. فأنت بالاستمتاع ما بيطلع منه شيء، أنت مستهلك. أما المؤمن يعمل يتحرك بيقدم شيء. لو أن الله سألك ماذا فعلت يا عبدي؟ والله يا ربي فهمان كل قضايا الأخبار، سمعانا بأدق التفاصيل، يا ربي بعرف كل تفاصيل فرضا السيارات، كل واحدة لها ميزات، خبير بشؤون الدنيا، خبير بشؤون العملات التجارة، جيد. لكن والدين لا بد من أن تكون خبير بالدين. والبخل والهرم وعذاب القبر. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.